طيب نيجي بقى دلوقتي نعمل بسكوت شوفان، نراضي الناس بقى اللي عايزه تعمل دايت شويه كده وعايزه تاكل حاجه حلوه، فنبدا نعمل لها بسكوت شوفان يعني. بس هو طبعا برده ناكل منه قليل جدا، قليل قوي. انا عندي هنا كوبايتين شوفان، دقيق شوفان. ممكن ما تلاقيش الدقيق، تلاقي الشوفان اطحنيه، بيطحن بسهوله جدا زي ما عملنا كده النهارده. ما كانش فيش دقيق شوفان، كان في شوفان بس فطحناه على طول. فعندي هنا كوبايتين من دقيق الشوفان، كوبايه دقيق ابيض، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من السكر، بيضه، معلقه بيكنج باودر، وفانيليا بس. يعني كده كوبايتين دقيق شوفان عليهم كوبايه دقيق ابيض. ناخد بقى هنا نضرب الزبده مع السكر، سهله لذيذه سريعه. نص كوبايه سكر بس على نص كوبايه زبده، نقلبهم مع بعض. انا حاولت اخفف فيه قدر الامكان، بضايه واحده. ممكن تحط سكر دايت على فكره، يعني السكر ده ممكن تحطي ربع كوب، يعني مش كمان، يعني معلقتين سكر دايت بس. معلقه لو انت عايزه تحطي نص كوبايه السكر دي، حطي معلقتين سكر دايت. انا ممكن بعد كده اعمله لكم مره بسكر الدايت، بس عامه نص نص الكوبايه دي مش هتاثر قوي في البسكوت، يعني هلاقي اللي يوصل لي حاجه بسيطه جدا. والفانيليا، باكو فانيليا. وهنا كوبايتين دقيق شوفان على كوبايه دقيق ابيض على معلقه بيكنج باودر على رشه ملح بسيطه، تمام. نقلبهم مع بعض كده. بسكوت الشوفان هنحط لها ميه حسب ما تاخد، يعني هتاخد ميه بتاع ربع كوبايه مثلا ولا حاجه. تمام كده، بسم الله بسم الله. يبقى معانا، شكرا. دايما لما اجي ادلق ميه تبقى حاجه صغنونه، ما ادلقش حاجه كبيره علشان ايه، اتملك منها. وخلاص خد معلقه ميه واحده، اعجن بس فيها شويه علشان الشوفان يشرب من ايه، من كل المكونات دي، ويبقى اصعب للدقيق شويه في شرب الايه المكونات الموجوده معانا، الزبده والسكر والبيض كل الكلام ده. عاوز لها معلقه دقيق عشان ألم بيها العجينة دي. بقى هعملها ايه، هقطعها مدورة. طبعا انا هنا بجيب لك ورقة زبدة بفرد عليها، انما في البيت لا، ورقة البيت يعني رش دي عادي خالص. انا هنا بس عشان الوقت وايه ما نضفش كتير. انتوا عارفين الميه دي بتبقى من الزبده، نوع الزبده هو اللي بيخليني اضيف دي قد ايه، لان في زبده فيها ايه لبن كتير قوي، وفي زبده لا، حسب طبعا جودتها. وكل ما تكون الزبده اللبن بتاعها اقل طبعا بتبقى احسن كتير. طبعا عايزاها تمسك نفسها، بتسيبها في التلاجة شوية وخلاص، وتفردي بقى، تفرد معاكي في منتهى السهولة. انا هفردها واقطعها مقطعة، او اعملها مدورة، او اعملها حاجات صغنونة كده بايديكي زي ما انت عايزة. بسم الله بسم الله. بص البسكوت بتاعنا بس ما شاء الله سريع السريع كده. البسكوت من الايه، من الحاجات اللي بتبقى مده راحتها كبيره. نجيب صينيه، اقطع بقى ايه بقطعه، بسكوت الشوفان ده بيشبع قوي بقى، يعني تاخدي واحده كده
مع كوبايه شاي او شاي بلبن زي ما انت عايزه، بتشبعك جدا. يعني الشوفان طبعا هو بينفش، بس ما اقدرش اكل منه كتير برضه، عشان كتير بيفهموا المعلومه دي غلط. يو ده شوفان عادي ناكل كتير. لا انت كلي واستني بس شويه لسه نفشتي ما تقلقيش. تمام ده بالشكل ده، واحطها في الفرن على 180 درجه على الرف الوسطاني. مش تاخد معاكي بالكتير 10 دقايق يكون، او ربع ساعه بالكتير جدا يكون مستوي.